أما هلا نور رح نحكي أكثر طبعاً عن أسباب انتشار مرض السكري عند الشباب واللي صار موجود بكثرة حالياً، وصرنا عم نشوف كثير شباب بعمر صغير عم بيعانوا من داء السكري، وهي مشكلة لأنه بالعموم نمط الحياة عند الشباب بيختلف، يمكن الكبار شوي بنقدر نسيطر أو حتى الأطفال اللي بيصيبوا بالسكر بيقدروا يسيطروا على نمط حياتهم، الشباب بيكون كتير صعب السيطرة على نمط الحياة. شو الأسباب وطرق التعامل؟ طبعا كل هاي التفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة سوسن، وهي اختصاصية بالغدد الصم وأيضا بالسكري. صباح الخير دكتورة سوسن. صباح النور. صباح النور، كيفك؟ يسعد صباحك دكتورة. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى كل الشعب السوري. عليك دكتورة. بالبداية خلينا نحكي المؤشر أو الأعراض، لنقول فعليا فينا نقول ممكن يكون هيدا الشخص او هيدا الشاب مصاب بسكري الشباب، لانه في اعراض يعني بتتفاجئ بيقولوا انه في صار له فتره مع السكري هو مو حاسس على حاله او ما بيعرف. شو هي الاعراض الاساسيه لمرض السكري؟ هلا اذا بدنا نحكي بدايه عن التقرير، التقرير قال مرض السكري الشبابي عم يزداد. هلا نحن بدنا نميز بين مرض سكري شبابي ومرض سكري عند الشباب. المرض السكري الشبابي حصرا هو النمط الاول، هو صح زاد عالميا، ولكن الزياده اللي تقريبا شفناها 90% من يعني دبل، صاروا ضعف الهاد عند الشباب، هو النمط الثاني. بسبب مثل ما تفضلت سلمى انه بسبب اللايف ستايل تغير، نمط الحياه صاروا يعدوا كثير، بطلوا يتحركوا، صاروا ياكلوا كثير، يعدوا على الموبايلات، نمط الحياه كله هذا سوالنا نمط ثاني عند الصغار يلي ما كنا نشوفه، كنا نشوف النمط الثاني فوق ال 30 سنه، هلا النمط الثاني صرنا نشوفه عند الصغار والمراهقين. ولكن نحن بالنسبه لا، النمط الاول طبعا زاد، ولكن هو ما له علاقه لا بالبيئه ولا له علاقه فقط مناعي، هو مرض مناعي. بالنسبه للاعراض، الاعراض طبعا اذا بدنا نرجع شو هو داء السكري؟ داء السكري هو نقص سواء نسبي او مطلق بالانسولين. الانسولين بينفرز من خلايا بيتا بالبنكرياس، لما يكون في نقص نسبي يعني نقص بسيط او احيانا ما بيكون في نقص، هاد بنصنفه النمط الثاني وبيكون في مقاومة الانسولين. لما البنكرياس تتدمر بشكل مناعي هذا النمط الاول، وقتها ما بيعود في انسولين بالجسم، فاذا السكر بده يرتفع. ليش؟ لانه الانسولين هو اللي بياخذ السكر وبدخله للخليه مشان تعملنا طاقه. فاذا ارتفاع السكر بالدم شو بيعمل اعراض؟ انا عم بجي لك منطقيا يعني، لما يرتفع السكر بالدم بده ينطرح عن طريق الكليه. العتبه الكلويه عاده بين 160 ل 180 ملي جرام برديسيليتر. لما ينطرح بالكليه اول شغله بيسحب معه المي، فاذا عندنا بوال، هي عرض، هي اول عرض. لما يروح كثير على الحمام يبول رح يحس بالعطش، يصير عنده تجفاف، هي ثاني عرض. رح يصير عنده تعب لانه عم يفرض يعني عم يفقد السكر هو مصدر الطاقه، بده يحس بتعب بجسمه، بده يحس بنقص وزن. كل هاي الاعراض اللي الواضحه، ولكن للاسف احيانا الناس ما بتنتبه لها. هي ثقافه اساسا لهيك القاتل الصامت. طبعا القاتل الصامت نحن بنقوله عن النمط الثاني اكثر، لانه ما بيرتفع للعتبه الكلويه، يعني مو هو نقص نسبي، بقى بيرتفع 130 140 الى اخره، بضله 10 سنين على هالارقام، لهيك ممكن يوصل لاختلاطات. بينما عند النمط الاول الاعراض حاده اكثر، لانه الانسولين فجاه ببطل، بيقوم بيرتفع وبيصير عنده بوال، ومع ذلك الاهالي ممكن ما يدركوا ولا ما ينتبهوا انه هذا صار معه سكري، هي اعراض سكري، فيهملوا هالموضوع ويجينا الطفل بالاختلاطات يلي هي حمض سكري واختلاطات خطيره طبعا. نعم، ويمكن هذا رجعنا وقلنا نحن بدايه حديثنا انه دائما السبب هو العمر، يعني كثير اشخاص ما ببلشوا يروحوا عند دكاتره ولا يشيكوا على طبعاً نفسهم طبعاً الا بعد عمر كثير طويل، يعني الله يطول بعمر العالم كلها. أي، بس يعني مراجعه الطبيب هي مهمه بكافه المراحل العمريه. طبعاً طبعاً. ونمط الحياه مهم بكل المراحل العمريه. خلينا نحكي بالنسبه للشباب اللي عندهم سكري ونصنف الاعمار، يعني نحن بنعرف انه هو بينصاب بالنمط الاول للاطفال، وهلا صرنا عم نقول ايضا للشباب. الاعمار وطرق العنايه بالصحه بالنسبه لهدول الاعمار. اوكي،
هلا نحن بالنسبه للاعمار ما في تصنيف واضح انه انا اقول لك مثلا هن قالوا الرقم 30 انه كل شيء تحت ال 30 غالبا هو نمط اول غالبا ولكن نحن مثل ما عم اقول لك في حاليا عم نشوف نمط ثاني عند اللي عمرهم 15 و16 بسبب زياده الوزن غير في انماط وراثيه لا هي نمط اول ولا نمط ثاني هي اسمها النمط الثاني المودي نمط الثاني عند الاطفال ولكن بشكل عام تحت ال 30 انا بحطه على انسولين وخاصه اذا كان نحيف وكانت اعراضه حاده هذا فورا انا بيعطيني فكره انه نمط اول فوق الثلاثينات هدول بيجيهم عاده النمط الثاني مثل ما عم اقول لك وبيكونوا سمينين ولكن قد نجد نمط اول عند مريضه عمرها 50 سنه هذا بنسميه مثلا لادا هذا النمط الاول المتاخر بشكل عام ما نضيع المرضى كل شيء عند الاطفال والمراهقين هذا يعتبر نمط أول ويحتاج لانسولين وكان سابقا يسمى IDDM انسولين ديبندنت دايابيتس فاذا هو حياته معتمده على الانسولين ما في مجال للتلاعب انه يترك انسولين ياخذ حبوب يروح عند طبيب يقول له اترك بحطك على الحبوب لانه حياته معتمده تماما على الانسولين. طيب دكتوره خلينا نحكي دائما بتلاقي الاهل بيتوتروا لما نقول سكري الشباب او الشخص مصاب بسكري الشباب، هل يعد فعليا مرض خطير او لا؟ فعليا مثل ما قلتي خلال حديثك انه اذا قدرنا نضبط الاعراض ونلتزم بالعلاج التقليدي في الشخص يتاقلم معه. هلا ما فينا نعتبره مرض خطير ولا فينا نستبسط الامور كثير هلا هو المرض خطير اذا ما عرفنا نتعامل معه ولكن عندي انا مثلا مرضى فئات بالمدرسه بتلاقيهم فهمانين ومثقفين وبيعرفوا يرفعوا الجرعه وبيعرفوا انا بعلمهم بثقفهم بيعرفوا يعملوا يتعاملوا مع المرض تماما اساس المرض النمط الاول هو النظام إذا كان المريض فوضوي بده ياكل وقت بده بده يفيق وقت بده وياخذ جرعات الانسولين ما ننسى انه هو عم ياخذ جرعات انسولين خارجيه من برا مو الجسم اللي عم يفرزها الانسولين الخارجي له فتره يعني تاثير وله نهايه تاثير هذا لازم يكون كثير منضبط بوجباته منضبط بحياته والنظام مو بس بمرض السكري الاول ولا الثاني النظام بكل الحياه هو الاساس صحيح. الحياه صحيح. فلذلك اذا كان المريض منظم ان شاء الله اذا انضبط سكره ما بيحصل معه اختلاطات ما بنعتبره مرض خطير انا برايي كل مرض له علاج ليس خطير نحن بنخاف من الامراض اللي ما لها علاج صحيح طيب دكتوره بنعرف انه مرض السكري من الامراض اللي ما بيطيب من الانسان يعني ما بيشفى هي بيقولوا هو صديق الانسان بده يتعود عليه ويعرف صديقي يعرف كيف يتعامل معه لحتى تمشي هالحياه انا وياك لحتى لاخر الحياه ولكن للاسف انه السكري اصابه الانسان فيه لفتره طويله ان كان من الصغر او حتى على الكبار بياثر على الاجهزه النبيله مثل ما بنقول بالجسم هل هي المعضله ايضا توجد عند الاطفال والمراهقين بهاجم هي الاجهزه عندهم بعمر مبكر لما بينصابوا بالسكري للاسف انه نحن اصابات الاعضاء يعني هلا هو السكري بيصيب الشرايين ببساطه ارتفاع سكر معدل السكر بالأوعية الدموية رح يخرب الأوعية الدموية بكل الجسم وبالتالي رح يخرب أوعية كبيرة وأوعية صغيرة الشبكية الكلية القلب الأقدام الكذا ولكن إمتى هالشي بيحصل إذا زاد عن حده إذا كان المريض مهمل غير منضبط إلى آخره لما يكون منضبط ما بتحصل اختلاطات دراسات كبيرة صارت انه طالما انا ضبطت السكري فاذا ما رح اشوف اختلاطات للاسف الشديد انه مرضى السكري النمط الاول معرضين اكثر لانه نحن عندنا القصه بالفتره الزمنيه يعني امتى بتحصل الاختلاط مثلا
بنقول بعد 5 سنين من الإصابة السكرية يجب الكشف الدوري على العين وعلى الكلية على المايكرو ألبومينوريا إلى آخره، تحاليل معينة بعد 5 سنين من الإصابة بالسكري. فإذا الفترة الزمنية عندي كتير مهمة، بما أنه عم يصيب الشباب بعمر صغير غير لما يجي عند واحد عمره 70 سنة، الفترة الزمنية رح تعمل له مشكلة. برجع بقول لك لما يكون هو مثقف وواعي انه هاد يا ريت في عندنا نوادي، يعني انا بحلم انه نعمل هيك نوادي للاطفال لهذا يتثقفوا انه يتابعوا سكرهم ويضبطوه صح، وقتها ما رح يوصل لهالمرحله باذن الله. طيب خلينا نحكي دكتوره نصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا وللشباب للوقايه من مرض سكري الشباب. قلنا اختلاف نمط الحياه او ستايل الحياه هو بياثر، هي بعض يمكن العادات اليوميه ممكن تساعدنا والصحيه، ومنا فعليا لعب الرياضه بشكل مستمر تساعدنا للوقايه من مرض السكري. هلا برجع بقول لك النمط السكري عند الشباب فينا نقسمه لقسمين. النمط السكري النمط الاول هذا مال وقايه، اوكي؟ لانه هذا هو مرض مناعي، في خلايا بالدم بتعتبر البنكرياس انه هو جسم غريب، يعني مثل الروماتويد مثل باقي الامراض المناعيه، وبتهاجمه بتخرب البنكرياس. ولكن نحن طبعا عندنا الامل هلا بالعلاج الخلايا الجذعيه، بلشوا فيها ان شاء الله من كذا شهر على البشر، وانما كانوا عم يدرسوا على الفئران. اما النمط الثاني عند الصغار بالعمر هدول اللي عم نشوفه هلا كثير، هاد فينا الوقايه منه بتغيير نمط الحياه. التغيير نمط الحياه هو عباره عن جزئين، هي التغذيه والرياضة. الرياضة المشي أقلها نص ساعة، والتغذية الصحية. التغذية الصحية أنه يحافظ على وزنه المثالي الذي يجب أن يكون، لأنه أي زيادة بالوزن ممكن يتعمل له مقاومة الإنسولين ويصير عنده نمط ثاني وهو صغير. دكتورة قبل ما نختم سريعا، قياسات السكري والمؤشرات للارتفاع، دائما بنعرف انه مثلا بيقولوا اكثر من 120 130 140 وارقام مختلفه، نفس الشيء بالنسبه بين الصغار والكبار؟ شو القياسات؟ ما بتفرق ابدا، حتى من البيبيات للي عمرهم 70 سنه او اكثر. هو القياس نحن لما نعمل سكرين تيست بشكل عام، بعمل حملات كثير، السكرين تيست بنعتمد الكت اوف بوينت 100، اي شيء فوق ال 100 بنقول له لا. هلا اذا اجينا على الفاستين يعني السكر الصيامي، كل شيء لحدود ال 99 طبيعي. كل شيء من 100 لل 125 هذا بنسميه بري دايابيتس، ما قبل السكري. فوق ال 126 هذا سكري، هذا بالنسبه للصيام 8 ساعات وليس اكثر، اوكي؟ هلا بالنسبه للخطاب السكري كمان بنستعمله نحن، اذا اجاني مريض مثلا 120 ما رح اعتمده، ممكن خطا مخبري، ممكن شيء، بنقول له عيد مثلا او اعمل لي خضاب سكري. خضاب السكري او مخزون السكر هو ال HbA1c، هذا بيقيس لنا السكر بنفس الكريات الحمر. فلذلك هذا له القيم التاليه، كل شيء تحت ال 5 لحدود ال 5.6 هو يعتبر طبيعي، من 5.7 لا 6.4 هذا بري دايابيتس او مرحله ما قبل السكر، فوق 6.5 هذا سكري صريح. اما بعد الاكل بساعتين او العشوائي هو عاده بنعمله بعد الاكل بساعتين، اوكي؟ كل شيء لحدود ال 140 هذا طبيعي، من 100 يعني 139 خلينا نقول طبيعي، 140 لل 199 بري دايابيتس ما قبل السكر او يلي بسموه الناس مؤهب للسكر، وفوق ال 200 سكري. بقى هدول الارقام ما بتختلف لا كبير ولا صغير. مهم هذا الحكي. تمام. اكيد. شكرا. اكيد سلمى، بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. بدنا نشكرك دكتوره سوسن خليل، اخصائيه في امراض الغدد والسكري، على كل المعلومات اللي حكينا عنها اليوم. شكرا كثير. شكرا كثير لكم ورمضان كريم. بس بدي اعطي ملاحظه صغيره، انا ضد انه مريض السكري النمط الاول يصوم. اللي بياخذ انسولين طبعا طبعا. لا مو كل اللي بياخذ النمط الاول تحديدا الصيام خطر عليه، بس بدي اوجه هالرساله لانه عاده يعني كثير بنوقع باختلاطات. ورمضان كريم عليكم وعلى الكل ان شاء الله.